Wally, Egyptian football is obviously having a good period of time at the moment. I think, in particular, you know, Salah is obviously a team that I watch and admire a lot in Liverpool, and I think, of course, he possibly didn't do so well. يعني أبرز تصريح أو أبرز التصريحات اللي قال عليها مايكل أوين، قال الكرة المصرية بتعيش أفضل حالاتها وتأهلها للمونديال ليس من فراغ. تكلم على أن يعود الفضل فيها التأهل للمونديال للمتألق المصري محمد صلاح، وقال طبعا أن هو ما يعرفش أسماء لاعبين، لكن محمد صلاح هو البطل الحقيقي للمنتخب الوطني. وتكلم على أنه من أشد المعجبين بمحمد صلاح لأنه يملك السرعة والمهارة، ورغم تدني الكرة الإيطالية إلا أن محمد صلاح عرف أنه يطور من أدائه في تجربته سواء مع فيورنتينا أو مع روما.